بعد ما عملت رننج للجار فايل بتاعي حابب ابتدي اعمل نافيجيشن على ال HDFS عشان اشوف الريزلتس بتاعتي. فنقول له هدوب DFS داش LS وريني اللي موجود في الروت دايركتوري. الاوتبوت دايركتوري ده ما كانش موجود من الاول، بس بعد ما عملت رننج للجار فايل ظهر. خلينا نشوف الكونتنتس بتاعته. عندنا تو فايلز. الفايل يهمني واللي موجود فيه الريزلتس بتاعتي هو الفايل ده اللي اسمه par-r-50. انا محتاج اشوف المكتوب جواه، هو المفروض يبقى فيه الريزلتس بتاعتي. اكتب هدوب dfs-cat اقوله اعرض لي الكونتنت اللي بتاعت الفايل اللي اسمه part-r-1234-5-0، اردهم لي في الترمينال. وادي الكونتنت بتاعتي. باتمان نكررها مرة واحدة، بايسيكل مرة واحدة، بوس 4 مرات، كار 6 مرات، لاين 1، واي، وولفرين مرتين.